سيداتي نساتي سادتي، هذه تحياتي لكم من ملعب الاتحاد حيث تقام مباراة اليوم. وحدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم نحن على موعد مع مباراة ضمن مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، فريق مانشستر سيتي في مواجهة البلوز تشيلسي. على امل بان نشاهد مباراة كبيرة بين الفريقين، ثلاث نقاط مهمة، البداية السريعة، الدخول القوي لاجواء المباراة راح يكون له عامل حاسم في هذا اللقاء. هذه هي التشكيلة الأساسية للسيتيزنز في مباراة اليوم. في المرمى راح يتواجد إيدرسون، جون ستون سيلعب إلى جانب روبن دياز في الخط الخلفي، ستيرلينغ سيبدأ مع محرز على طرفي الملعب، وفي الأمام يتواجد رأس حربة وحيد في هذه التشكيلة. واضح على الشاشة تشكيلة تشيلسي. كثير النقاشات والاحاديث والكلام حول طريقة أداء الفريق في الملعب، لكن بلا شك الفريق سيتبعها أيضا اليوم، لأنها أيضا عاداته الدفاع الأولوية بالنسبة له، عدم إعطاء المنافس أي فرصة للتقدم في النتيجة، وضع الفريق تحت ضغط التعديل. من الجيد أن تمتلك دفاع قوي، لكن في رأيي أحيانا يبالغ الفريق بالدفاع. كيفن دي بروين، الان عند رودري، إلكاي غوندوغان، كرة تصل لجابرييل جيسوس، افتكاك ممتاز للكرة، ماونت، كاي هافرتز، الكرة بتروح من لاعبي تشيلسي. حلوة الكرة البينية. دي بروين. رياض محرز. رودريجو. رقابة ضعيفة في الكرة الماضية، والكرة ما زالت مع المهاجم. حلو الكرة البينية خلف المدافعين. تحولت للفريق الخصم. بينية خطيرة. كيف راح يتصرف فيها؟ كانتي يفقد الكرة في هذه اللحظات. إلكاي غوندوغان. تنافس كبير في مباراة اليوم، ما راح يكون من السهل على مان سيتي الفوز في هذا اللقاء. كيفن دي بروين، صراع قوي لافتكاك الكرة. كانتي. كوفاتيتش. هافيرت. شوف استعادة الكرة. كيفن دي بروين. جواو كاسيلو. الآن مع دي بروين. بينية مرفوعة. رياض محرز. جواو كاسيلو. خارج الملعب وركلة مرمى.
الدفاع يتواجد في الخلف وينتظر الضغط. الفريق يواصل الاحتفاظ بالكرة، نقلات مستمرة، البحث عن ثغرة، البحث عن مساحة، البحث عن فرصة للتقدم. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. أوهو، الكرة في المرمى، أشعلها رحيم، أشعلها ستيرلينج. الله على هدف يسجل في هذه اللحظات، الهدف الأول في المباراة. نشوف الإعادة من جديد. يا سلام على التمريرة البينية ثم التسديدة الرائعة القوية في المرمى. مكان لحارس المرمى أي مجال للتصدي. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. أنطونيو روديغر، ألام مع دي بروين، جابريل جيسوس. تغيير الوضع الآن، بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. ماونت، تشيلسي يهاجم الآن. هافيرت، عرضية بيخلصها حارس المرمى بدون أي صعوبات. ماونت، كرة تصل لنغولو كانتي. تياغو سيلفا، يا سلام على التدخل بدون مشاكل. كيفن دي بروين، ملعوبة إلى جيسوس. رحيم ستيرلينج، تمريرة استعراضية بالكعب، كرة بتضيع. السيتيزنز أصبح وجهة أبرز اللاعبين في الفترة الأخيرة، خاصة بعد شراء مجموعة أبو ظبي للنادي في 2008 واستثمار أموال كثيرة داخل النادي، ليصبح حقيقة واحد من أغنى الأندية في العالم. جابريل جيسوس، ملعوبة إلى جيسوس. رودريجو، جون ستونز، رياض محرز. كرة تصل لجابريل جيسوس، كرة يفقدها بعد تدخل الخصم. فرصة الآن لكرة مرتدة. يا سلام، انظر إلى هذه التمريرة، تدخل مثالي وبعد الخطر. جيمس، الفريق يخسر مشروع هجمة. الحكم يقر إضافة دقيقة واحدة للمباراة. رياض محرز، رودريجو. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 1-0. بداية الشوط الثاني والبلوز سيبدأ محاولاته لقلب النتيجة. أنطونيو روديغر، كانتي، كوفازيتش. قوة كبيرة في الحفاظ على الكرة. متأخرين في النتيجة لكن مع ذلك يلعبون بهدوء كبير جدا في الملعب. تدخل بيخلص الكرة. دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة. مدرب الفريق المستضيف يبحث عن حلول جديدة من دكة البدلاء. جواو كانسيلو، رياض محرز ومحاولة خطرة.
كرة بيخلصها حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. مجنون حارس المرمى، شوف الدفاع عن المرمى بكل ما يملك، فرصة هدف محقق لكن يتألق ويبعد الكرة ويبعد الخطورة. واضح المدرب راح يدفع بلاعب بديل من على دكة البدلاء. ركنية إلى داخل المنطقة بتروح للخصم. دي بروين استخلص الكرة بشكل ممتاز، خلصها في اللقطة الماضية. كريستيان بوليسيتش عنده الفرصة في هذه اللحظات، كان بإمكانه أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل. عرضية كانت بدون تركيز، يمسكها حارس المرمى بكل سهولة. كانتي وصلت إلى كوفاسيتش، الكرة بتروح من لاعبي تشيلسي. الثلث الأخير من المباراة يبدأ في هذه اللحظات، المتبقي فقط 30 دقيقة. يعرف كيف يمرر بشكل جيد، قاري الملعب، كاشف الملعب. كرة كانت خطيرة بعدها في الوقت المناسب. أصحاب الأرض يسيطرون على مجريات المباراة في آخر 15 دقيقة، يحاولون تسجيل هدف توسيع الفارق لتصعيب المهمة على المنافس في العودة. تصل إلى بوليسيتش، كانتي يتقدم فيها. كانتي، كوفاتيتش، تدخل في هذه اللحظات، استخلاص لهذه الكرة بشكل مثالي. مانشستر سيتي يفقد الكرة. كانتي سيرجيو أغويرو وصلت إلى غوندوغان. كيفين دي بروين، جون ستونز، الطريقة الدفاعية في اللعب تشجع المنافس على الضغط المتواصل للتسجيل. شوف تناقل الكرات المستمر، شوف التيكي تاكا، خطيرة الكرة يا أغويرو. تدخل على الكرة لكن ما زالت خطيرة. فرصة كبيرة للهجمة المرتدة ممكن تشكل خطورة. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الاطراف. جولو كانتي، كرات ملعوبة، نقلات من تشيلسي الآن ولاعبي في أرضية الملعب. هجوم من تشيلسي. كاي هافرت، هافرت، كوفاتيتش، إيدرسون يتصدى لكن ما زالت الخطورة. جواو كاسيلو، كرة تصل لجون ستونز. رودريجو، احتفاظ بالكرة في وسط ملعبهم من قبل الفريق المتقدم في النتيجة، طبعا محاولة لكسب بعض الوقت وسحب الخصم من مناطقه. الوقت خطأ في التدخل يستحق عليه البطاقة. كارت اصفر في وجه لاعب السيتي بعد المخالفة السابقة. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. عند الفرصة، يا رباه، لم نصل إلى النهاية إلا لنبدأ من جديد، من جديد. تعادلوا وعدوا، سجلوا وعدوا في الوقت الأخير. نشوف الكرة مرة ثانية، شوف كيف تمكن من التسجيل، هذه الجملة المتقنة بداية من العرضية وحتى النهاية في المرمى. إعادة الهدف من زاوية مختلفة للمرمى.
هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. 9 دقائق متبقية من عمر المباراة. مدرب أصحاب الأرض يفكر بالتغيير الآن. رودريجو، برناردو سيلفا، نقلات جميلة من مانشستر سيتي، ممكن نشاهد فيها هدف في هذه الهجمة. فرصة لكرة مرتدة سريعة. تشيلسي يستغل المساحة الموجودة على طرف الملعب. كرة لامست المدافع وبالتالي الحكم يحتسب ضربة ركنية. لا نشاهد اللاعبين وعمليات الإحماء على الخط، ممكن يكون تبديل في الدقائق القادمة. ضربة ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء. ضربة ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. ممتاز المدافع في قطع الكرة، كانت فرصة خطيرة لو عدت. إمريك لابورتي، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، ملعوبة الكرة إلى رودري. 3 دقائق يحتسبها حكم المباراة كوقت مضاف. مان سيتي يحاول كسب المباراة في الدقائق الأخيرة. كرة ممتازة في المساحة، يتقدم بالكرة. راسية في الشباك، الله على هذا الهدف. نشوف إعادة الهدف من جديد. هجمة مرتدة كانت سريعة ولكن لاحظ غياب الرقابة الدفاعية وبالتالي المهمة كانت سهلة، حط راسية سهلة في المرمى. سيتي متأخر الآن. صافرة نهاية المباراة على خسارة مانشستر سيتي. لم يكن الفريق في أفضل أحواله والخسارة لم تكن كبيرة، ومن المهم بأن يعود